السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخواني. بالنسبة للأسئلة اللي وردت على البيان اللي نزلناه بخصوص قانون العفو أخوان، هذا مو قانون عفو، يعني هذا بيان بتشكيل لجنة. احنا ذكرنا هذا الشيء بالبداية، فإذا يجي قانون عفو هذا القانون ما راح يكون بهالشكل، هذا مجرد فيسبوك وغيره وبس إعلام مال مواقع التواصل الاجتماعي. لا، راح يكون كتاب رسمي يوافق عليه رئيس مجلس الوزراء، ثم رئيس الجمهورية، بعدين علم بالجريدة الرسمية، ويصدر بشكل رسمي يعني على القنوات الفضائية يصدر. تمام، ف يعني شنو أي أخبار تجيكم غير هذا الكلام؟ يعني بهالشكل هذا مجرد كلام، جي عفو بدون أن يكون هناك شيء رسمي، فهذا الشيء لا تصدقونه. تمام، اما بالنسبه للاسئله يعني بخصوص قضيه المخدرات والتعاطي وهل يشملها قانون العفو او ما يشملها، هذا الشيء هسه ما نقدر نسولف لكم به. ليش؟ لانه اساسا ما صادر قانون عفو حتى نشوف الشروط اللي موجوده بالقانون، ويا فئه مشموله يا فئه ما مشموله، فهذا كله يتبين بعد ما يصدر القانون يعني. تمام، فهو اسئله اكثر هي عند تسولف على قضيه تعاطي المخدرات وغيرها يعني. فجزاكم الله خير، كل شيء وقت ان شاء الله ننزله هنا ونتكلم عنه، وما نعطيكم كتاب او شيء مو رسمي وغير موثوق، هذا مجرد بيان صدر تشكيل لجنة تهتم بهذا الموضوع، موضوع قانون العفو. جزاكم الله خير.